من واحة صحراوية صغيرة تحيطها المرتفعات من كل مكان. عمرت مدينة أم جرس لتكون حاضرة لمقاطعة وادي هوور لإقليم جغرافي الواسع سابقا، وحتى 2012 فباتت حاضرة لإقليم إندي شرق. بلدية أم جرس شهدت تطورا حضاريا سريع، فأصبحت اليوم مدينة تنافس مدن البلاد الكبرى. ثلاثة أحياء كبيرة تتكون منها أم جرس تحوي على مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى التنوع المجتمعي للمدينة بجانب السكان الأصليين وأهل الإقاليم والمناطق القريبة. ما من هسه من جدودنا من أباتنا لحد هسه، وتم ما دار بلي عندنا ناس كمية في دار تام، ناس كمية قاعدين في دار بلي ماشين سوا، أخوان ورفقاننا نزبانا ماشين سوا. نحن شعبنا دار تام فرحانين من جانب الرئيس الجمهورية فخامة إدريس ديبي إتنو، ونعتبره أم جرس بلدنا الثاني بالنسبة لدار طامن هنا، ده ذاته نشوف وطننا الثاني. نحن ما جزء من سكان أم جرس لا نتجزأ. التضامن والتلاحم والتكاتف الذي تحظى به مدينة أم جرس جذب الكثير من المواطنين على الرغم من بعد أقاليمهم وتجمعاتهم القبلية. من وتاكل كاير ان كلنا بيعطوا الشيشه كلنا غاين نلغوينه، لكن كل اي في بكان كل غاين دينا هنا كلا بنزا كلا نينا كلا نمشو في كين من بكان اي بكان وين في سوق وين لا نينا غاين نفهمو كل اننا ما اننا مشكله. خارج حدود البلاد ايضا ذا عصيت التعايش السلمي والامن اللذان صارا مقوما اساسيا لتطور مدينه ام جرس، وهذا ما شهدت عليه الجاليه الكاميرونيه المقيمه التي صرحت بانها تعمل في مجال التجاره بكل حرية وسلام، مما دعاها إلى إنشاء تجمع للجالية الكاميرونية هنا بأم جرس. مسؤولي بلدية أم جرس من ناحيتهم أكدوا بأن التنوع السكاني يساعد في التطور وتقدم المدينة. السياسة أنا كومين دا عايزين دا حيلة دا يتأمر وتعمير هنا البلد دا بلا الناس كل ما يبقى بلا كل قبائل ما ينفع، يعني تمشي في أبيشة تلقى كل قبائل هنا جات أبشي ماشي كويس، تمشي تلقى في جمعنا كل قبائل أنا تشاد وريجون في 23 ريجون أنا تشاد دا أي تشاد دا هر يقدر يعيش فوقها. مدينة أم جرس التي كانت تعاني في السابق مشكلة تواصل الكثيرين معها نظرا لوعرة الطريق، اليوم تملك مطارا حديثا يربطها مباشرة بأي مكان، إلى جانب ميزة قربها لكل من الحدود السودانية والليبية. موسيقى ثقافة الصحراء هي كانت خير بداية لأول رواية للمهرجان الدولي للثقافة الصحراوية الدورة الرابعة، حيث كان حديث أبناء الصحراء هو المهم والأهم وسط تنوع ثقافي متعدد حمله المشاركون من عمق رمال الصحراء إلى مدينة أم جرس، فجاء من أقصى غرب شمال إفريقيا كنز صحراء المغرب. وليس ببعيد عن المغرب حيث تونس تجسد الفن والشعر الصحراوي. وجوه الصحراء تغني تخيل حبس جبال الحين. رائحة الصحراء وقت الماضي فرشت البساطة أمام أهل أرض المليون شهيد الجزائر هنا في مدينة أم جرس. برفقة كل هذا الموروث الصحراوي صاحب ثراء الثقافة التشادية المتنوع من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب المهرجان ليتحدث ويعبر عن ثقافة ما يقارب 14 مليون تشادي. القرية السياحية بمدينة أم جرس التي تحوي على كم كبير من التحف والأدوات المنزلية والقطع الفنية لمختلف الثقافات التشادية احتضنها معرض القرية
الذي قام بزيارته وزير الثقافة والشباب والرياضة والسياحة وحاكم الإقليم حسن جروبو والضيوف الذين أبدوا إعجابهم بالمعرض. حياة الارتباط بالصحراء هي العطر الذي يفوح في هذه الأيام بمدينة أم جرس، حيث إيقاع ونمط العيش يسير على نغم الموسيقى الصحراوية. أم جرس فرحانين فرحانين مالا بتتر انتو ذاتا قاعدين معكو ما نعنين سوا في أم جرس عليهم صدر تشادين هنا سويت تشادين هنا نور تشادين هنا سانتر دي تشاد هنا في أم جرس. دونك عادات وتقليات شيء لنا الأمانة لنا. دونك دول كل جبناه وأي زول قدر وصبا شيء اللي هو عنده في قلبه. شيء ده شيء عظيم. و اليوم شفنا شغل عجيب عشان شنو بيجيب الويدا المكاتف بين الأبناء الأفريقيين والجو من آسيا ومن أوروبا، وشيء ده شيء عظيم وشيء تاريخي، لأن رئيس الجمهورية باخام الإزريز ده بهدنه هو بس الأساس المناسب الحيبة للمخرج. ونحن أتينا من المغرب، يعني أول مرة نجي لتشاد هو السنة هذه، وأتينا بالفولكلور البربري من المغرب عشان إن شاء الله نشهر هذا المهرجان ويكون معروف أكثر. ونشكر أهل تشاد كلهم على هذا التبادل وعلى هذه المنطقة، يعني ممكن تستورد جميع سواح العالم، يعني منطقة فيها مناظر أحسن شيء. ويعني لما شفت منطقة تشاد حتى على الطريق مثلا حنا جينا ممكن حول 28 ساعة، يعني أحسن شيء، منطقة طبيعية. ونتمنى إن شاء الله نرجع السنة الجاية لتشاد ويتوج الزوار كمان، يعني تكثر مجموعة دول تشترك في هذا المهرجان. أنا جيت من تونس باش نكتشف الثروات الطبيعية اللي في تشاد، نشوف أن نتبادلوا العادات والتقاليد. فعلا أبهرت بتقاليد هذا الشعب، شكرا لهم على حفاوة استقبال. أنا معنا كل سنة نجي لتشاد بحول الله. أنا رئيس جمعية تاع إبل في تونس، واني باش نكون سفير لتشاد في تونس، باش نحث التوانسه بيجوا. عامل العام المقبل ان شاء الله باش نجيب معي جروب توانسه معناها باش يشوفوا تشاد. أم جرس بلد الثقافات والعادات والتقاليد، عاداتنا وتقاليدنا وثقافاتنا ما نسيناها. بحس السياحين الناس السواح الجو شافوا البلد انبسطوا بالشيء اللي فيه. نحن أصلاً أرض الصحراء، ناس الصحراء وناس الخيول وناس الجمال، الجمال اللي هسه شفتون والخيول اللي هسه شفتون والأبغار اللي بيشوفون برضو، ده بس عادات بتاع بلدنا هنا. والجبال اللي هسه انتوا بيشوفوها العادات والتقاليد دي كلها، نحن ناس الصحراء ومنحتفظوا بهذه العادات والتقاليد. ومنشكر كل الوفود الجات اللي أم جرس على أساس أنه يحتفلوا معنا في هذا العيد، لأنه نحن الشباب الصحراوي وكما ترعون عنه لقيت في عيونكم وكيف في الجمال والخيول والحجان والشباب، ونحن ناس الصحراء والجبال الحمراء والأشجار الخضراء والواديان البيضاء وترعونا كما ترعونا في السنة الجاية بإذن الله تعالى. فيستيفال شغل انترناسيونال العالم كله جاي يجي، وطبعا بلدك ناس من برا كله جاي يجي، انت واجب تجي عشان تأسستي تشوف شنو جاي يكون في بلدك. كما تأسستي ولا تعرفها هسه أنا جينا ده ما شفنا خمام كتير، أول مرة جينا، لكن ما شاء الله أسستي بيك فرحانين إن شاء الله. كان هايين ده السنة الجاية كله كان جاي سودة نجو إن شاء الله. أنا جيت في ريجون برغازال، ريجون كبير وريجون سهولو سهرين، جيت مع ديليغاسيون كتير عوين ورجال وشباب، سونا لب شديد والله شبناك سوق ده عديل، ونحن نطلب إشان سنكم إديشان يبقي في ريجون. أنا تقارب الثقافة الصحراوية هو ما تكفلت به القرية السياحية التي هي بمثابة القلب النابض للمهرجان الدولي للثقافات الصحراوية الدورة الرابعة بأم جرس. عيش الحياة الصحراوية كما هي تجسدت لضيوف ومشاركي دول المغرب العربي والنيجر
الذين استبصروا التشابه الكبير للثقافات الصحراوية التشادية والعربية في منزلهم السياحي وفضائهم الثقافي الجامع لألوان وأطياف كنوز وتراث تشاد. تشاد أول زيارتنا هذه للدولة تشاد شيء اللي يعني استغربنا فيه، فيه موروث ثقافي كبير جدا 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 في تشاد، يعني فرق فولكلورية، مهاريست، يعني في أشياء كبيرة جدا جدا يعني من الممكن أنها تكون في العالمية، يعني موروث ثقافي كبير جدا في تشاد. من الملاحظ حتى في اللوحات الفولكلورية التشادية هناك تقارب في الرقصات، هناك تقارب حتى في الصوت وفي الرنة التي يطلقونها الساكنة تشاد. وما ثار انتباهي هي الزغاريد. الزغاريد هي مشتركة بين الشعوب المتواجدة في شمال إفريقيا. زغردة مغربية وأخرى تشادية لا يختلفان، فدائما مدعاتهم الاحتفال. هذا وجه واحد من التشبيه بين ثقافتين. وعلى النقيض من ذلك، احتضنت أيضا القرية السياحية زوار ومشاركين جذبهم حب عيش التجربة الصحراوية وترويجها عبر عدستهم الصغيرة إلى العالم أجمع بأجمل تعبير وأفضل صورة. نتقدم بالشكر الكامل للشعب التشادي شعبا وحكومة على هذا التنظيم المحكم وعلى هذا الحفل الكريم، الحفل الكبير، ونشكرهم بكل الشكر والتقدير. أشكر كل الساهرين على هذا المهرجان من نقطة الصفر إلى نهايته، ونتمنى أن نكون دائما حاضرين في هذا المهرجان الدولي للثقافة الصحراوية بأمجراس بتشاد. ليأتي بعد ذلك مجمل القول بأن الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للثقافة الصحراوية بسطت التبادل الثقافي والتعرف الحضاري للثقافات التشادية التي مكنونها الصحراء هنا في إنيدي الشرق. وصل فقامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو برفقته سيدة البلاد الأولى هند دبي تنو مطار مدينة أوم جرس، وبعد نزولهما من سلم الطائرة كان في مقدمة مستقبلهما وزير الثقافة الشباب والرياضة جبير يونس وحاكم إقليم نادي الشرقي وعدد من أعضاء الحكومة وعمدة بلدية عم جرس ومساعدي رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني والعسكري برئاسة الجمهورية وبحضور جميع الدولية والوطنية. ويصادف وصول فقامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو إلى مدينة عم جرس نشاطات المهرجان الدولي للثقافة الصحراوية الدورة الرابعة الذي استضافته مدينة عم جرس حاضرة إقليم إنادي الشرقي، ويستمر هذا المهرجان حتى 9 من هذا الشهر الجاري. بعيد مراسم الاستقبال والمصافحة مر فقامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو وسيرة البلاد الأولى هند دبي تنو بجميع الذين جاءوا لهذا الاستقبال والحاضرين في المهرجان الدولي للثقافات الصحراوية. هناك وفود دولية قادمة من دولة المغرب، تونس، الجزائر والنيجر، ووفود وطنية قادمة من مختلف أقاليم البلاد، ووفود أخرى قادمة من دول أخرى كدولة فرنسا. عقب ذلك هيئة فقامة الجمهورية إدريس دبي تنو وسيرة البلاد الأولى هند دبي تنو المواطنين الذين جاءوا للاستقبال، خاصة سكان مدينة عم جرس. ومن ثم يتوجه فقامة رئيس الجمهورية إلى القصر الرئاسي بمدينة عم جرس. الظاهرة الثقافية الرياضية الجاذبة للجماهير واللافتة للانتباه ضمن نشاطات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للثقافات الصحراوية سباق الهجن والخيول كانت هي دينمو جذب أبناء الصحراء وعلى رأسهم رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو إلى مضمار التوغمو تيرتشيري الذي يبعد عن مدينة أوم جرس 20 كيلومترات برفقة وزير الثقافة والشباب والرياضة والسياحة جبر يونس وحاكم إقليم إنيدي الشرق حسن جربو وعدد من أعضاء الحكومة. مشاركة سباقات الخيول والهجن شارك فيها 200 رأس من الخيول والإبن في مسافة تقدر بعشرات الكيلومترات وخمس كيلومترات للخيول، وفاز بالمركز الأول لسباق الهجن الفارس أسوتبير صاحب جمل كانتو سيجيري و
والمركز الثاني الفارس ميني تيمان من جمل كانتون إرديبي، وقدمت مظاريف مالية ودروع للفائزين. أما سباقة الخيول فقد حظي فيها حصان الفارس عبد الرحمن محمد زين بالمركز الأول، وحصان شرف الدين عمر بالمركز الثاني. وتوجت هذه المناسبة بفقرات غنائية ورغصات شعبية لمختلف الدول المشاركة في المهرجان الدولي للثقافة الصحراوية في حضرة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو راعي المهرجان. ينفضل المهرجان الدولي للثقافات الصحراوية الدورة الرابعة للعام 18-2000 بمدينة أمجرس بحضور رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. على مدار 6 أيام عاشت هذه المدينة نغم الموسيقى وأصالة الصحراء وإبداع الفرق الشعبية. الاحتفال الأخير بدأ بتكريم بعض الشخصيات المشاركة من الدول الصديقة إلى مستوى ضابط النظام الوطني التشادي من قبل رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. وهكذا لبعض الشخصيات الوطنية. وتلقى رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو هدايا من سكان إنيدي شرق والسلطات التقليدية من دولة النيجر وعمد لبعض المدن الفرنسية. تخلل حفل الختام عروض لبعض الفرق الشعبية المختلفة لبعض الأقاليم ثم التوصيات الأخيرة للمنتدى، وذلك بتنظيم مؤتمر دولي دائم للدول الصحراوية ومشاركة الزعماء التقليديين والشباب ورجال الدين في القرارات وهكذا المرأة، وخلق فرص عمل للشباب في الزراعة والثروة الحيوانية، ووضع استراتيجية ضد الهجرة الغير شرعية. واختتم المهرجان بكلمة وزير الثقافة جبير يونس الذي شكر كل الذين ساهموا في نجاح المهرجان. وأشار الوزير بأن تشاد أصبحت وجهة سياحية جديدة بعد سنين غابرة لم يستطيع العالم اكتشافها، ثم دعاهم للقافلة التي تسير غدا إلى أونيانا أرشي مرتفعات إنيدي، وتعهد باحترام توصيات المنتدى في انتظار المهرجان القادم للعام 19 و2000.